ثاني يوم جاء وفد من الحملة المغربية الشعبية للتضامن مع الشعب السوري، السفارة الأمريكية بالرباط، لتقديم رسالة موجهة إلى الرئيس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها بالمغرب، من اجل يعني اولا تعبير عن تضامننا مع الشعب السوري ويعني احتجاجنا على السياسه الامريكيه المتبعه في سوريا، وخاصه قانون قيصر اللي كيسن عقوبات ضد سوريا، وايضا السياسه ديال الولايات المتحده الامريكيه في سوريا بشكل عام اللي كتميز منها بالثروات وبالتدخل في شؤون الشعب السوري وبدعم جهات يعني ارهابيه داخل الارض سوريا، وهذه كلها امور يعني تنتهك حق الشعب السوري في تقرير المصاري. وهذه فرصة للمطالبة برفع هذه العقوبات ورفع هذه القوانين وجعلها لها حد، وجعل حد لهذه السياسة ديال الاستنزاف وديال الاستيلاء على الثروات ديال الشعب السوري، والمطالبة بجعل حد للتدخل الأمريكي في المنطقة، وخاصة بعد هذا الزلزال المدمر اللي تعرض له الشعب السوري والشعب التركي، وخاصة أن الشعب السوري يعني محروم من إمكانية الدعم والمساندة بسبب هذه القوانين، واعتبرنا بأن الرفع ديال قانون قيصر لمدة 3 أشهر غير كافي، بل يجب جعل حد لهذه القوانين كلها اللي كتسن عقوبات على الشعب السوري. الرسالة اليوم اللي وجهتها الحملة الشعبية لرفع الحصار على سوريا كتجي في إطار الحملة الشنعاء لوفد الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري، خاصة من خلال قانون قيصر. هذا القانون اللي مع الوضع ديال الزلزال ظهر بشكل كبير جدا الأثر ديالو، الإحصائيات اللي كنتوفروا عليها على الأقل فيما يتعلق بالزلزال، عدد الوفيات وصل 44,000، عدد المشردين 2.5 مليون، عدد البيوت المهدمة 8,000 بيت، عدد البيوت الآيلة للسقوط 60,000 قبل الزلزال الأخير اللي ضرب عاوتاني. إذا هذا الوضع المأساوي كيجي في الوقت ديال الحصار اللي فرضها الولايات المتحده الامريكيه والحلفاء ديالها عن طريق قانون قيصر، هذا القانون الظالم اللي كيجسد محاوله الهيمنه والسيطره ديال الولايات المتحده الامريكيه. اذا الرساله ديالنا كتجي من اجل تنبيه الحكومه الامريكيه لهذا الدور السيء اللي كتقوم به، وكذلك كانت فرصه من اجل الوقوف او الاشاره للقضيه الفلسطينيه وما يتعرض الشعب الفلسطيني من تقتيل بشكل يومي امام صمت الولايات المتحده الامريكيه. فاذا كنا دائما نرفع شعار ديال ان امريكا عدوه الشعوب، فما يقع الان في المنطقه هو دليل واضح على ان امريكا وحلفائهم فعلا اداء الشعوب. اولا مشينا كوفد الباب ديال السفاره، لكن سمحوا فقط الشخص واحد اللي يدخل، فدخلت انا كمنسق ديال الحمله الشعبيه المغربيه لدعم الشعب السوري. الداخل طلبوا مني فقط نوضع الرساله ونغادر، بحيث انه طلبت على انه كما جرت العاده ملي كنتواصلوا مع السفارات الاجنبيه بلادنا انهم كيستقبلوا الوفد اللي كيمشي، وكنقراو عليهم الرساله مضمون والمضمون ديالها، ثم تنسلموها وكنتوصلوا بتوقيع ديال التسلم وتنغادروا. لكن اليوم فقط تسلموا من عندي الرساله ورفضوا انهم يوقعوا لنا على النسخه ديال الثانيه لانهم تسلموها، وطلبوا منا نغادروا السفاره. دونك هذا هو التعامل اللي دارته السفاره الامريكيه مع الهيئات الحقوقيه والقيم الديمقراطيه المغربيه. الحمله الشعبيه المغربيه لدعم الشعب السوري مباشره من بعد الزلزال الكارثي اللي الم بمنطقتي سوريا وتركيا، اول مبادره اولا بعد عزينا الشعبين الشعب التركي والشعب السوري، ثانيا لاحظنا ان هناك كاين بالمكيالين انه كيمشي دعم مكتف للشعب التركي وهو يستحق طبعا، ولكن ما كاينش دعم للشعب السوري. من جهه كاين الحصار الامريكي وقانون قيصر، ومن جهه ثانيه هو انه كاين للاسف تعمد عدم مساعده الشعب السوري من طرف العديد من الانظمه بما فيها الانظمه العربيه. فما كان منا الا اننا نديروا هذه الرساله للرئيس الامريكي، كندوا بقانون قيصر وتنقولوا ان الولايات المتحده ما عندهاش الحق تفرض هي قانون من طرف واحد على دوله سوريا وعلى الشعب السوري، وتنقولوا بانه اذا كان ضروري من شي قانون وشي حصار او اي شيء يتمارس على اي دوله في العالم فيكون عبر الامم المتحده واحتراما لمواثيق الامم المتحده. إذا كما لاحظتي وحضروا واحد العدد ديال الفعاليات في إطار الحملة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري
لتوجيه رسالة إلى الرئيس بايدن من خلال السفير. طبعا هذه الرسالة كتعبر على المطالبة ديال المكونات ديال المجتمع المغربي برفع الحصار ورفع العقوبات الأحادية على الشعب السوري اللي كتسبب في مآسي وفي المزيد من الفقر ومن الأمراض ومن الموت للشعب السوري. جينا وطبعا كنا باغيين نديروا لقاء مع المسؤولين في السفارة إلا أنه ما تمش تجاوب، خداو الرسالة بدون ما يأشروا لنا على رسالة أخرى. وطبعا هذه الرسالة كتحمل التعبير ديالنا على الاحتجاج على السياسة ديال الولايات المتحدة تجاه كافة شعوب العالم ومن ضمنها الشعب السوري. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه الوقفة كانت بمناسبة تسليم رسالة إلى الرئيس الأمريكي من قبل الائتلافات المنضوية تحت الحملة الشعبية المغربية للتضامن مع الشعب السوري، وذلك من أجل إدانة العدوان والحصار الأمريكيين على الشعب السوري وجرائم الحرب خلال الحرب والآن وحتى اليوم من خلال احتلال جزء من التراب السوري ونهب ثروته النفطية والزراعية، ومن جهة ثانية لنطالب بوضع حد لهذه الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الدولة الأمريكية والجيش الأمريكي في حق الشعب السوري والذي تدينه كل المواثيق الدولية. هذه هي الرسالة التي جئنا نبلغها للرئيس الأمريكي من خلال سفيره بالرباط. عبد العزيز بن الحسن، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فاحنا جينا اليوم في إطار واحد الحملة الشعبية المغربية للتضامن مع الشعب السوري ضد ما فرض عليه من حصار اقتصادي جائر، هو الحصار ما يسمى بحصار قيصر. في هذا الإطار هذا الحصار قيصر يمنع على الدول التعامل مع الدولة السورية فيما يخص التجارة، فيما يخص الأبناك، في المقاولات. يعني أي دولة بغات تتعامل مع الدولة السورية كتعرض للعقوبات من صندوق النقد الدولي الإدارة الأمريكية. نحن هنا جينا باش نقدموا هذه الرسالة للرئيس الأمريكي لرفع هذا الحصار الجائر، انه ما امريكان في هذه الايام مع الضغط ديال المنظمات الدوليه والمنظمات الانسانيه رفعت ما يسمى باستثناء واحد 6 شهور 180 يوم يعني لتسهيل المعونات. لكن هذا الاستثناء ماشي هو الجوهر. البنود الجوهريه اللي ضد الشعب السوري مازال غادي يخليو غير المساعدات والاعانات، اما دخل مواد البناء ولا مواد اخرى ولا الابنك تعامل هادي ما كاينش، كاين الاعانات فقط. يعني هذا الاستثناء هو ذر للرماد في العيون. اذا حنا كنطالبوا في هذه الرساله ديالنا للرئيس الامريكي باش يرفع كليا لهذا الحصار الجائر الذي يسمى قيصر، لان هذا الاستثناء هذا راه ما عنده حتى شي معنى وتحت الضغوط الدولية والمنظمات الإنسانية. نحن نطالب المجتمع الدولي كله لأن هذا حصار جائر، حصار قيصر، هو الإدارة الأمريكية هي اللي صدرته وهي اللي تبنته خارج الأمم المتحدة. أحادي الجانب، ولكن أمريكا بالقوة ديالها الولايات المتحدة وبالضغوطات كتفرض على الدول التابعة لها، لأن يعني أمريكا ما عندهاش الحلفاء، عندها التابعين سواء في أوروبا ولا اليابان ولا كوريا الجنوبية ولا الدول الأنظمة الرجعية العربية والمغاربية، هذه كلها كتنضابط لهذا القرار الأمريكي ضد سوريا، لأن سوريا انتقموا منها بدعمها للقضية الفلسطينية ودعمها للمقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية واحتضانها للفصائل الفلسطينية المقاومة ودعمها للمقاومة العراقية في أثناء الغزو الأمريكي للعراق في 2003. إذا هذا قرار جائر وانتقامي ضد الدولة السورية قيادة وشعبا.